طيب لو رحت لحضرتك استاذه رانيا، ايه بقى علامات او مواقف حصلت عندك تعرضتي بيها او ناس حواليكي محيطين بيكي تعرضوا لشخص توكسيك؟ ايه التجربه اللي انت شفتيها؟ الحقيقة ما كانتش تجربة شخصية أكتر ما هي كانت من ناس قريبة جدا مني. السيطرة زي ما الكل أجمع إنه شخص في الآخر وعايز يسيطر على بأي اللي شكل؟ قدامه بوسائل كتير بقى، ممكن حتى توصل إنه يبقى مش بس سيطرة بالكلام والتنمر وإنه يقلل منها وإنه هو لا، ممكن تبقى عدوانية أكتر، يعني تبقى تاخد درجة أعلى. يمكن ده أنا شفته في يعني حد قريب جدا مني من صحباتي، يعني عشرة عمري، إن كان شخص كانت يعني ارتبطت بيه أو كده، كان شخص توكسيك من المقام الأول وكان واضح جدا في حاجات كتير. بس أنا عايزة يعني أتكلم على حتة إن برضو المجتمع بتاعنا أحيانا ما بيساعدش الست إنها تخرج من المصيدة اللي اتكلمت عليها سناء، بحجه انت مثلا مخطوبه بقالك كام سنه، ما ينفعش تفكي. لو جت قالت اصل انا حاسه ان الشخص ده بيقلل، لا ده كلام فاضي. دي مفاهيم الحقيقه مغلوطه ولازم مع نقضي الاسف عليها. انت ان انت هتخرجي بقى وهتسيبي متجوزه تفكي الخطوبه؟ هتنفصلي علشان ما اعرفش، لا فوتي وكبري، فوتي وكبري. دي يعني انا دي شايفه انها باب، سبب دي المصيبه الكبيره. كوارث بتحصل. يمكن انا يعني شايفه ان الحمد لله الجيل اللي طالع، يمكن بحكم ان بناتي كبار يعني عندهم احنا شويه حابين وعي. نقول بس ان احنا لايف، الفقره دي لايف لاي حد عنده اسئله لضيوفنا، يا ريت يشاركنا الاسئله دي. الجيل طالع شويه الوعي عنده احسن، اطلاعهم خبراتهم بقت غير ايامنا، برضو الانترنت والحياه مع بره خلت الدنيا الولاد بصي عندهم يا وعي رانيا، اكبر. الفكره ان البنت من دول بتبان من صغرها ان هي ناويه تختار غلط، ان هو تبص تلاقي بنات صغيره بتحب قوي الباد بويز، طول ما هو باد بوي وطول ما هو أنا شرير بحس في نفسه كده، فتبص يعني تلاقيها مغناطيس بقى تروح تلزق وتزعل بعد كده. كل حاجه تجيب من الاخر انت خلاص الفقره بتبقى باينه من صغرها ان هي ناويه على العوج من صغرها. على حاجه الحقيقه المرفوض مطلوب، أيوة. دي من انواع المصايد برضه. يعني في ستات وبنات غاويه النوع ده. المرفوض مطلوب طبعا، اللي هو بيبعد واللي هو مش عاوز، غامض شويه. بالظبط، الشخص الغامض بنظن ان وراه حاجه، هو فاضي يعني، هو ساكت عشان فاضي، هو ملوش اي حاجه، ده بيستعبط، ده كمين. ايمان في حد بيسال سؤال، ايه معنى الراجل التوكسيك؟ يعني فهمونا الكلمه دي بالعربي. زينب الراجل السام. زينب زينب بتسال. الراجل السام، الراجل المضر، الراجل اللي بيستغلك لصالح مصلحته، اللي بيبقى عايز يسيطر بشكل مرضي. كل دي مفاهيم للتوكسيك بالعربي. يعني